معقول شخص يطلع تقاعد بالدولة تقاعد مات 8 و12 و18 مليون؟ شنو هاي؟ يا قانون يقبلها، يجب نكون منصفين، لازم يكون عندنا إحساسنا ويا الناس، يجب نكون نحس بأوجاع الناس، دول ناسنا أخوان، لا ننسى أنفسنا. فلما نأخذ قرار، قرارات وجع. وإحنا اليوم في مرحلة حقيقة، مو مرحلة تقشف، مرحلة تحدي حقيقي أكثر من تقشف. ما عندنا غير خيار. بدنا نتحمل هالمسؤولية في كل ظروفها. الضرر راح يكون وهو انصاف، انا اسميه يعني هو اثنين عدالة. حتى موضوع الشهداء ماكو ضرر على اي شهيد، على الشهيد ناس ما فاهم الورقة، ما مستوعبيه، كل واحد يفسرها بطريقة خاصة. اخوان الميزانية ما بيها فلوس، مع كل هذا قاعد نخلق فرص للمواطن انه ما يتضرر راتبه. هناك عملية اصلاح، اصلاح مرة للفعل لواقع اقتصادي، مرة اصلاح لتأسيس واقع جديد، انه في المستقبل ما نعتمد على قرارات غير مدروسة تأثر